أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مصر هذه الأيام حملة على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فما وصيتكم يا شيخ، ولماذا هؤلاء السفلة يتجرؤون على هذا الصحابي الجليل؟ لعداوتهم للدين. وأبو هريرة رضي الله عنه روى الأحاديث التي لا تعجبهم، فهم يحملون عليه من هذه الناحية، لأنه يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبهم ولا توافق أهواءهم، فهم يحملون عليه من أجل هذا. ولا يحمل على أبي هريرة إلا أحد رجلين: إما شيعي يبغض الصحابة ويبغض الأحاديث، وإما عقلاني من العقلانيين الذين يردون الأحاديث التي تخالف عقولهم وأفكارهم. نعم.